إذن متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. حاليا كنتواجد مع مدير أول ثانوية بالمغرب، أول ثانوية رقمية. حاليا يعني غادي يعطيكم بعض المعلومات، غادي يعطيكم بعض المعلومات اللي جديدة على هذه الثانوية هذه. والناس اللي يعني اللي بغاو يلتحقوا هاد الثانويه هذه كيخلصوا غير درهم في النهار. خليكم معاه، اعطيكم مزيد من المعلومات على هذه القضيه. شكرا. شوف تي في يوسف منسوم، قرابة 25 سنة من خبرة في التعليم العالي والتأهيلي والأقسام التحضيرية. ألوغ بعجالة غادي نشرح أشنا هي الثانوية الرقمية. كنا كنعرفوا بأن دابا التعليم الرقمي ولا متكامل مع التعليم الكلاسيكي. احنا كنأمنوا بأن التعليم الرقمي ما يمكنش يبدل ولا يلغي التعليم المدرسة الكلاسيكية، وفي نفس الوقت اليوم المدرسة التقليدية ما يمكنش الاستغناء عن المدرسة الرقمية. دونك لونسينيومون ولا التعليم ديجيتال مهم جدا لثلاثة الأسباب غنشرحها للمواطنين ديالنا. أولا الديجيتال ولا كينقص الفوارق الاجتماعية، وما بقاش كيحدد جودة التعليم غير بالمستوى المادي والاجتماعي ديال العائلات، لأن كنأمنوا بأن أول خطوة في المساواة، في ليغاليتي دي شونس، في مساواة الحظوظ، هو التعليم. ثاني شيء، ما يمكنش هذه الثورة الرقمية اللي وقع في العالم ما يمكنش حنا نستعملوها في إصلاح واحد القطاع اللي هو المستقبل ديال البلاد، اللي هو التعليم. شنو هي الثانويه الرقميه؟ الثانويه الرقميه هي ديك الثانويه الكلاسيكيه، المقررات ديال التربيه الوطنيه بالتفصيل الكامل، الدروس كلها سو فورم ديجيتال، فيديوهات، دي زيكزيرسيس دو سيبور دو كور، يعني امتحانات، بكالوريا، كانك في المدرسه الكلاسيكيه. واليوم ما يمكنش الجيل اللي غيكون واجد لسوق الشغل في 2025 2030 ما يكونش عنده ثقافة ديال التعليم ديجيتال. من غير هذا، النواقص اللي عندنا في وهذا الشيء كيعرفوه لي زيكسبير ديال التعليم، النواقص البيداغوجية، وانه التلميذ ما كيساهمش في جودة التعليم، ما كنحملوش المسؤولية انه هو يكون حلقة في جودة التعليم، الا وهو نسبة التكوين الذاتي اللي كيكونوا بنفسه. حنا عرفنا وتبعنا تلاميذ اللي نجحوا في حياتهم بعد البكالوريا ودور المدارس الكبرى، هما اللي عندهم ثقافه ديال التعليم الذاتي. التعليم الذاتي اليوم هو ان غدا يكون عندنا شباب كيعولوا على راسهم وكيتكونوا وكيتادابتو باش يولجوا لسوق الشغل. اذا ماشي غير ديجيتال، سي اوسي تكوين ذاتي. دابا حاليا كل شيء كيتساءل كيفاش دايره هاد المدرسه اللي كامله وشامله بدرهم في النهار، اللي هو 300 درهم في السنة كاملة. غنقول للناس، أنا فاهمهم تمن لا يصدق، ولكن اللي خصنا نفهمو بأن الديجيتال هنا جاء باش يحل المشاكل وينقص الفوارق الاجتماعية والطبقية عندنا. إذا اللي كنطلبو من التلاميذ وأولياء التلاميذ اللي ينهكهم مصاريف الدعم، اللي الدعم ولا عندهم ماشي استثناء التكميلي ولا قاعده، كل شيء خصو يدير الدعم وكل شيء خصو يخلص، وخصوصا في هذه الازمه وفي جيوب العائلات المغربيه. اذا الثانويه الرقميه بتحدث هذه الثوره، حنا كنقولوا درهم في النهار جوده في التعليم لا تضاهى حاليا في المغرب. اذا الاستفاده من هذا العرض والتاكد من جديه هذا العرض، المساله سهله. الناس خصهم يمشيو للموقع ديال www.liceenumerique.ma ويشوفوا العروض ويشوفوا نماذج الدروس ويشوفوا التركيبه البيداغوجيه اللي هي فريمون سيتين انوفاسيون في المغرب. وحنا كناكدوا بان الجوده مضمونه من هذا الفرد. اذا ما تصدمكمش دائما في النهار، كفانا من غلاء المعيشه، فهمتيني؟ الديجيتال كيسمح باش نحسنوا من جودة التعليم ديالنا، وكل شيء يكون عنده نفس الحدود، وخصوصا الطبقة الشعبية. إذا درس الشعب مع تلفزة الشعب
للشعب وشكرا. بالنسبة للوزارة التعليم خالص من الحسابات المدرسة الرقمية. الو بالنسبه للوزاره اتصلنا بها، اتصلوا بنا، درنا تجارب في ثانويات ديال الدوله باسكو حنا كنامنوا بالمدرسه العموميه، عجبهم المشروع شجعونا، ولكن ما كاين حتى شي مسانده، وخصوصا خصنا نعرفوا ما نبقاوش نحشموا بعضياتنا. سوق الدعم المدرسي اللي هو سوق اللي بملايين الدراهم في المغرب صعيب نغيره. احنا جينا ماشي باش نبدل، بغينا نبدلو العقليات. اذا احنا كنامنوا بهذا المشروع وكنامنوا بانه الشباب اليوم بفضل الديجيتال يقدر يتحكم في مستقبله وفي جودة التكوين ديالو. كفانا من البكاء على المعلم، على المدرسة، على الوزارة. حال الوقت وغراس الديجيتال باش حتى التلاميذ يكون مسؤول على نفسه وياخذ مسؤوليته. سي بون. اذا وسبيقا شفت فيه كيف ما لاحظتوا معنا مدير اول ثانويه رقميه بالمغرب عطاكم معلومات جديده على حساب هذه الثانويه هذه. ما قلت لناش يعني هاد العام هذا شنو التخصص عندك في الوغ بالنسبه للعرض ديال 2022 2023 ان هذا العام الباكالوريا الدوليه خيار فرنسي علمي، هذا هو ديال هذه السنه. والسنه الماجيه ان شاء الله حنا غاديين حتى نوصلوا لثانويه رقميه 100%، وكنتمنوا شي نهار نلقاو المسانده مع عند شركات كبرى ولا مع عند الدوله باش حتى داك الدراهم يزول تولي مجانيه، باسكو هذا هو الهدف ديالنا. الوغ كلمه غادي نقولها ويا ريت يعرفوها الاباء والتلاميذ، الدعم المدرسي خارج المدرسه استثناء وليس قاعده. ما تامنوش بانك لازم الدعم اوتوماتيكي عندك، لازمك شويه ديال التكوين الذاتي، والثانوية الرقمية كتعطيك هذه الفرصة. شكرا. إذا المسابقة شفت فيك كيف ما لاحظت معنا مدير أول ثانوية رقمية بالمغرب عطاكم معلومات على الثانوية هذه. حاليا وصلنا لنهاية البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.